والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد اليمني. لا يزال أيها الإخوة ملف جرحى الحرب في اليمن يثير الكثير من الجدل، فعلى الرغم من مرور 4 أشهر على تحرير عدن إلا أن آثار العدوان الحوثي لا تزال ماثلة في كل زوايا المدينة من خلال آلاف الجرحى الذين يعانون الأمرين جراء الإهمال تارة والروتين القاتل تارة أخرى. قناة الإخبارية زارت أحد أبطال المقاومة في عدن جريح طريح الفراش بعد إصابة سببت له شللا نصفيا. عبد الكريم ناصر عاد من رحلة علاج فاشلة تلخص معاناة جرحى القصف الحوثي العبثي في ربوع اليمن. الطريق إلى أحد أحياء الفقراء في مدينة التواهي تعي السليم المعافى، لكنها لم تعد طريقا تطأها أقدام جريح الحرب عبد الكريم نصر، حيث يقع منزله الذي بات يحمل إليه حملا على الأكتاف. الشاب ذو 20 عاما أصيب في أوائل إبريل الماضي عندما تداعى مع رفاقه للدفاع عن بلدته في وجه العدوان الحوثي المستعر آنذاك. حينها اخترقت ظهره شظية قاتلة تسببت له بشلل نصفي وبدأت معها معاناته. أول شيء خرجنا يعني تكبير المسجد، خرجنا للساحة ساعة حقيف، ورحنا هناك واشتبكنا يعني وضربوا نحن بMB فوقنا، ونحن مواطنين لا نفهم بالسلاح ولا نفهم بأي حاجة. خرجنا والله وقسينا هناك ونصبنا، صعبوا نحن إلا باصيب يعني تبهدلنا بهدلة، شلون هنا عبر البحر وبر فوقنا يعني للبحر، شلون هنا من المنصورة وقسينا يمكن حدوث 3 شهور بالمنصورة داخل المستشفى. والله بعدين انتقلنا إلى أنماء، بعدين بعد 4 شهور سفرنا هنا إلى الأردن. يوجد في عدن وحدها 11,000 جريح يعانون مشاكل تنقص أو تزيد عما يعانيه عبد الكريم. الخدمات الطبية التي كانت تقدم للجرحى أثناء الحرب يصفها الأطباء بالأولية واللازمة فقط لإنقاذ الحياة. على الرغم من إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية هذا الملف اهتماما خاصا ماليا ومعنويا، عودة الجرحى دون متابعة من قبل مختصين تسببت في انتكاسة أهدرت قابلية كثيرين للعلاج وربما تهدر حياتهم مستقبلا. وحدهم من يتابع حالات كثيرين من الجرحى هم أهاليهم. غادرنا منزل عبد الكريم وربما انتهت مهمتنا هنا، لكن معاناته ومعاناة آلاف العائلات والشباب من أمثاله تطرح العديد من الأسئلة. فهل من ينظر لمثل هؤلاء الشباب الذين قدموا كل ما يستطيعون وتسابقوا في ساحات الوغى دفاعا عن الدين والأرض والعرض؟ لبرنامج المشهد اليمني صلاح باللغبر عدن. نرحب أيها الأخوة بضيفينا في هذه الحلقة من المشهد اليمني. معنا في استوديو البرنامج الدكتور محمد الحميري عضو لجنة الإغاثة اليمنية في أطباء عبر القارات، ومعنا من عدن الدكتور قاسم الأصبحي الرئيس السابق للجنة الطبية لعلاج الجرحى في اليمن. أرحب بضيفي الكريمين، أهلا بكم دكتور وأهلا أيضا بضيفنا من عدن. حياكم الله، تحية لك ولضيوفك السادة الكرام المشاهدين، وأشكر لكم هذه الاستضافة التي من خلالها سوف نوضح ونوصل ولو جزء يسير من جهود الإغاثة وأيضا من الحوجة الشديدة في هذا الملف الشائك. نعم. دعني نقف دكتور في البداية على جهودكم أنتم، ماذا تقدمون أنتم الآن كال يعني لجنة أطباء عبر القارات؟ ما عملكم؟ ما دوركم؟ أين وصلتم؟ طبعا للتوضيح، الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات هذه عبارة عن هيئة ومنظمة سعودية تعمل في أكثر من 50 بلد إسلامي وعربي تكثر فيها الحروب وتكثر فيها الحوجة للخدمات الطبية. أغلب من يعمل في هذه المنظمة هم من الناس المتطوعون كحالتنا، يعني نحن متطوعين ونساعدهم على إيصال الخير. طبعا هي هيئة رائدة، وأيضا الكثير من الهيئات هنا وعلى رأسها مركز الملك سلمان لهم دور وبصمات مشكورة في إيصال الإغاثة سواء الطبية أو الغذائية.
نحن بدأنا في عندما بدأت الأوضاع وبدأت الأحداث لبينا النداء وسعوا خلف الأطباء العاملين هنا، نحن نعمل هنا في المستشفيات السعودية. نعم. فلبينا النداء وأتينا وقدمنا الرؤية لما يوجد في أرض الواقع. أنت تعلم أنه حصلت فجوة ما بين حكومة الانقلاب وعصابة الانقلاب الفاشية التي سيطرت وأصابت جميع مفاصل الدولة بالشلل وغيبت كل الجهود عن المحافظات المستهدفة، عدن، تعز، مأرب، الجوف، البيضاء وغيرها. بدأنا بتقديم المشاريع، مشاريع بناء على أرض الواقع، عن الحوجة الموجودة والحاجة الشديدة والماسة الموجودة وعلى تقييم الوضع الصحي الموجود. فكانت الصدمة، كانت الصدمة أن وجدنا أنه فعلا في هذه المحافظات المنكوبة، كانت منكوبة من قبل الحرب، بما يعني أنه كانت لا يوجد بنية تحتية، جميع المستشفيات إما خرجت خارج الجاهزية قبل الحرب بسبب انعدام المشتقات، بسبب انعدام الدعم بالأدوية، بسبب أيضا عدم دعم الكادر وتسريح الكادر وعدم وجود التنوع. كانت مقصودة أشياء مقصودة يعني في نظام السابق؟ والله أنا أرى أنها يا أما أنها كانت من باب الإهمال الغير مبرر أو شيء مقصود، يعني لا يوجد تبرير ثالث. نعم. فما أن جاءت هذه الأحداث وهذه الهجمة وتم الاستهداف لجميع الطواقم الطبية، تم الاستهداف لجميع المستشفيات، تم الحصار، خرجت معظم تقريبا ما في مثلا في مدينة مثل تعز أكثر من 90% من المستشفيات العاملة سواء الخاصة أو العامة خارج الجاهزية. فأصابت ضاعفت من وطأة الجراح وضاعفت من المضاعفات يعني الناتجة عن الإصابات. نحن هنا في الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات بدأنا بإيصال تنفيذ مشاريع وقدمناها لمركز الملك سلمان، أيضا لعدة هيئات منظمات أخرى دولية. أوصلنا الرسالة من أرض الواقع أحيانا من الجانب الرسمي، أما غياب الإحصائيات أو أنه غياب الرابط. فبدأنا وفعلا تم وكان هناك بصمة يعني ملموسة، وما زلنا إلى الآن في القريب العاجل في هذا الأسبوع أوصلنا اللي هو الدعم الكادر الطبي في مستشفيات في مستشفى الميداني في تعز مثلا بدعم براتب ولو حتى براتب شهر، ولكن هذه كانت لفتة كريمة، لهم أكثر من 8 أشهر بدون رواتب. أيضا أوصلنا عدة قوافل طبية وكانت فعلا هي القوافل الوحيدة مثلا في مدينة مثل تعز ما خص في القوافل الطبية. في القوافل الغذائية كان مركز الملك سلمان وما زال حتى البارح القريب العاجل ما زالت هناك تدفق عبر عدن وعبر طريق التربة إلى تعز المحاصرة المنكوبة، ففعلا هم إنقاذ حياة بكل ما تعنيها الكلمة. في أطباء عبر القارات في المجال الطبي قمنا أيضا بتسيير رحلات طبية مثل التي يعني وصلت إلى عدن وقبلها إلى جيبوتي. الفريق الطبي اللي هو الأول والثاني والثالث، لدينا الآن خطة لتسيير فرق طبية إلى عدن وإلى إلى إلى مأرب وإلى تعز إن شاء الله تعالى، وفور اكتمال تحرير تعز سوف ترون إن شاء الله ما يعني يسركم ويثلج صدوركم. شبيل. من هذه سنعود إلى هذه النقطة، يعني رؤية ما يسر أو حقيقة الخبر عما يسر، لكن دعني أنتقل إلى ضيفي من عدن معي دكتور قاسم الأصبحي. دكتور قاسم، يعني أيضا أريد أن نقف أيضا على جهدكم أنتم أيضا، هذه اللجنة أيضا حدثنا عنها، عن جهودها الآن حاليا في هذا الظرف الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة الإخبارية على استضافتنا المرة الثانية للحديث عن معاناة الجرحى اليمنيين الذي قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن والدين والعرض. كنت منذ اليوم الأول كنت سألتك يا دكتور دعت الأطباء والممرضين ومن له علاقة بالخدمات الصحية لتقديم الخدمة للجرحى. اللجنة الطبية شكلت من سابق وتم تجديدها لأكثر من 3 مرات. كما تم تشكيل لجنة طبية بخصصها بالعلاج الجرحى في المملكة، ولكن لا توجد آلية واضحة للعمل بعلاج الجرحى.
كما لا يوجد قرار رسمي بتشكيل هذه اللجنة من أجل توضيح آلية عمل هذه اللجنة. ولا شك أن الجميع يلاحظ ما يعانيه الجرحى اليمنيين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن أو إلى السودان من معاناة كبيرة لعدم وجود آلية واضحة لعلاج هؤلاء المرضى. لكن نحن كنا طرحنا مقترح أنه لابد من علاج الجرحى أولا بإيجاد مستشفيات ميدانية سواء كان في عدن أو في تعز أو في مأرب، الهدف منها تقديم الخدمة الإسعافية الأولى للجريح وتقديم الخدمة الثانية بعد أن يتم تقديم الإسعافات الأولية له في المستشفيات الأكثر قابلية لاستيعابهم. لكن الحكومة رأت أنه تسفير الجرحى هو الحل الأمثل، ولهذا لازلنا لا نوجد لا نرى طريقة صحيحة يتلقى فيها جرحانا علاجهم. قدم مقترح باستضافة فرق طبية مختلفة كانت على استعداد للحضور إلى عدن أو إلى تعز من أجل تقديم الخدمات الطبية، وفيها سيستفيد الجريح وسيتم تأهيل المستشفيات الخاصة والعامة، وسيتم استفادة الطواقم الطبية من خبرات الأخوة القادمين لعدن. لكن هذا المقترح قبل بالرفض، وتم اختيار ترحيل الجرحى إلى الخارج. أعتقد أن منظمة أطباء عبر الغارات كان لها دور غير عادي في التعاون مع لجنة هل علاج الجرحى بالسالم. هل لديكم إحصاءات؟ كان لنا تجربة بنقل أكثر من 27. هل لديكم إحصاءات الآن بطبيعة الإصابات والإصابات المستعصية التي تحتاج إلى علاج، إلى ترحيل إلى مستشفيات متخصصة، أيضا طبيعة نوع المصابين، أيضا أي شرائح أكثر إصابات، الأطفال، النساء، يعني المقاومة؟ أكثر الإصابات تعرض لها أبطال المقاومة وهم الشباب، وكل الإصابات هي إصابات يعني قاتلة إن لم تكن خطيرة. معظم الإصابات هي في الرأس، في الكتف، في العمود الفقري من قبل قناصة محترفين. بالنسبة للإحصائية، توجد إحصائية أكثر من 12 ألف جريح مسجلين في قوائم اللجنة الطبية لعلاج الجرحى، ولكنها كل انواع الجراح اللي تعرض لها المقاتلون في الجبهات، ولا يوجد تخصيص او تحديد لطبيعه هذه الاصابات. نعم، تحول لضيفي هنا في الاستوديو، وتحول لضيفي دكتور. يعني أنت كنت وقفت قبل قليل عند وعد بأن لديكم خطة أو لديكم ترتيب معين لتعز وما بعد تعز الآن، خلينا نلقي الضوء على هذا. طبعا إن شاء الله قدمنا عدة مشاريع من ضمنها خطة كاملة لإغاثة ولدعم مستشفيات في مأرب، خطة لدعم مستشفيات في عدن، وأيضا خطة لدعم مستشفيات في تعز وغيرها عند بئس جد الجديد. طبعا سوف نسير الفرق الطبية بإذن الله تعالى عندما يتوفر هناك مهبط آمن أو مدخل سواء كان بحري أو جوي بإذن الله تعالى، وستكون هناك هبة لإغاثة هذه المدينة المنكوبة التي منع عنها الأطباء من النزول إليها من العاصمة من أبنائها، منع عنها الغذاء، منع عنها الماء، منع عنها الدواء. نحن يعني لا تتخيل، يعني لدينا طرق أنا لا أستطيع أن أذكرها عبر وسائل الإعلام في إدخال الدواء. أنا أعتقد أنه إدخال الدواء إلى مدينة أو إلى منطقة مثل غزة يمكن أسهل بكثير من إدخالها إلى تعز. وارتفعت التكلفة يعني إلى درجة أنه الأكسجين منع لأنه يصنع في ضواحي المدينة، منع حتى في ليلة العيد الأضحى
لم يجد المنومين في المستشفيات حتى قربة سوائل اللي هي المحاليل الوريدية وحتى قربة واحدة، انعدمت كل المخازن الموجودة في المدينة، ما تبقى منها يعني لا يوجد للشراء، لا يوجد لل كيف نهبت؟ نفذت بسبب الحصار، بسبب الحصار نعم، غياب الدور الحكومي طبعا هذا ما زال وفاقا من المشكلة. أيضا استهداف المستشفيات، يعني مستشفى الجمهوري خارج التغطية أو خارج الجاهزية، مستشفى الثورة استهدف في القريب في الأمس القريب، يعني غرفة العناية المركزة الوحيدة والمتواضعة جدا، وأصيب وقتل الطاقم الطبي من ممرضين من أطباء، بالإضافة إلى الجرحى، يعني لا توجد وحشية أكثر من ذلك، ويمنع الأكسجين مع هذا، يمنع الماء، فأنت منعت جميع مقومات الحياة يعني عن هذه المدينة، فزادت اللي هو التكلفة. أنا يعني عندما أقول لك أنه عدد الجرحى اللي يعني وهذه إحصائية متواضعة يفوق 20,000 في 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 مدينة أو في محافظة كتعز، فنكون قد ظلمناهم بهذه الإحصائية، لأن العدد أكبر بكثير بسبب تفاوت الجبهات، بسبب أنه في كل منطقة الآن هناك جبهة، هناك استماتة كبيرة من الحوثيين للسيطرة عن هذه المحافظة التي تذود ليس عن اليمن وليس عن بل عن الجزيرة العربية أمام المد الصفوي هذا. فالآن يجب أن يكون هناك جهد يعني متواصل أو جهد صادق لإيصال المساعدات. لدينا عدة شحنات أدوية لا نستطيع كيف نوصلها في أطباء عبر القارات، سبق وأوصلنا اللي هو محاليل الوريدية، لدينا أيضا بعض الأجهزة الطبية لا نستطيع أن نوصلها. إذا كان على مستوى الباكت الواحد الذي لا يتعدى 20-30 سنتيمتر يتم مصادرته من المسافرين، فما بالك إذا أرسلنا بشحنات أدوية. في أحد المنظمات الدولية قدمت في مجال مكافحة حمى الضنك، تعلم أن خليني دكتور سأعود لهذه قضية موضوع طبعا. المنظمات الآن دوركم وتعاونكم وتنسيقكم مع مركز الملك سلمان، ويعني هذه الحقيقة الارتباطات أو التدخلات أو التعاون. بس أنتقل للدكتور قاسم الآن، أسأله عن موضوع هو قريب هناك في البيئة، ماذا عن الأوبئة، ماذا عن أمراض الأوبئة دكتور قاسم؟ يعني كيف تصفها لنا الآن انتشار نوع هذه الأوبية؟ أعتقد أن الأوبئة هي ناتجة عن تراكمات الحرب، سواء كان الغاز يعني القنابل والمدفعيات تؤثر في تغيير البيئة الموجودة في محيط دوائر الحرب الدائرة في تعز وضواحيها. وأعتقد أن انتشار حمى الضنك والحميات المختلفة والإسهالات وارتفاعات يعني الأشخاص كبار في السن الآن أكثر من حالة توصلنا من تعز إلى عدن، يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر، وبعضهم يصيبوا بجلطات دماغية سواء كان دامية أو غير دامية. فعلى سبيل المثال استلمت اليوم أكثر من 4 حالات تعاني من إصابات دماغية غير دامية نتيجة ارتفاع ضغط الدم ونتيجة عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة، أمراض السكر وضغط الدم في هذه المناطق المحيطة بمناطق القتال، وهذه تشكل عبء إضافي أيضا على محافظة عدن، نظرا لأن المستشفيات سواء كان الخاصة معظمها طبعا لا يوجد مستشفى حكومي في عدن يعمل فيما عدا مستشفى الصداقة ومستشفى 22 مايو ومستشفى خليفة بن زايد، لا زال يعمل في الحد الأدنى من طاقته ولا يستقبل إلى الحالات الطارئة لعدم وجود ميزانية خاصة فيه، ولهذا يشكل عبء كبير علينا في عدن أنه نستقبل، بالإضافة لجرحى نستقبل الأمراض ذوي الأمراض المزمنة، ولهذا لابد من وجود آلية واضحة لمجابهة مثل هذه الأمراض. دكتور أرجع دكتور محمد، دكتور في عملية التنسيق الآن والترتيبات مع الجهات الأخرى مع المنظمات الدولية أشرت إليها الآن، أيضا حتى مع القيادات العسكرية في توفير الممرات الآمنة، إلى أي مدى تنسق معهم بإمكانية يعني تمرير هذه المواد الإغاثية الطبية إلى المراكز الطبية؟ طبعا بالنسبة نتكلم عن الآن الحديث الساعة اللي هو محافظة تعز والهجمة الشرسة ضدها، أقول لك يعني للأسف الشديد يعني يكاد يكون الدور والتنسيق شبه معدوم.
بسبب الانشغال في جبهات أخرى، بسبب أيضا تردي الأوضاع. يعني أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور قاسم، يعني كان المفترض أن يكون فعلا مستشفيات عدن كدعم لوجستي للجبهات في تعز وغير تعز، ولكن للأسف يعني مستشفيات عدن المفروض أنها كانت في هذه مرحلة ما بعد التحرير كانت تكون بأفضل حال. المستشفيات الحكومية يجب أن يعني أن تعمل جميعها بكامل الطاقة، لكن عدة أمور بسبب ما المعوقات، ما الأسباب؟ والله عدة أسباب، يعني تأهيل المطار هذا كان أحد الأسباب. الموانئ أليست مفتوحة؟ بالنسبة للموانئ أيضا انعدام الأمن، أنا لا أحب أن أقولها ليتشفى غليل العصابات الحوثية، ولكن هذا الذي صاير، وهذه تعتبر كضريبة، ونقول إن شاء الله أنها تكون يعني شيء يعني نستطيع أن نتخلص منه. أنا أطالب الآن بإعادة تأهيل مستشفيات عدن، لحد الآن لم يسعف الجرحى إلا على عدد الأصابع إلى عدن، وتلقوا رعاية في مستشفيات خاصة لا يوجد فيها الإمكانيات. فلذلك يعني أحسن أنه فعلا الجريح لا يخرج عبر الطرق الوعرة والجبلية. فبالنسبة في تعز هناك مشكلة في إدخال المساعدات، وهناك مشكلة أيضا في إجراء الجرحى. نريد مركز إيواء للنازحين، ونريد أيضا مركز إخلاء طبي، ومركز يعتبر يا أما ثانوي أو حتى لو هو إسعافات أولية، يعني في جبهات حتى في قريب من مناطق التماس. بالنسبة للإصابات في تعز للأسف الشديد، يعني لا نقول أنها فقط على المقاومة، المقاومة يمكن بشكل بالنسبة للإصابات العامة تكاد تكون لا تتجاوز يمكن 10 إلى 20%، والبقية من المدنيين. ازدحام مدينة تعز بالمساكن وأيضا بالكثافة السكانية، يعني أنت تتكلم عن محافظة تشمل 4,600,000، النمو فيها رأسي وليس أفقي بسبب التضاريس. فلذلك أنت عندما تضرب قذيفة، أكثر من 40,000 قذيفة سقطت وتلقتها هذه المدينة الباسلة، انظر إلى مدى الإجرام. يعني أنت معك الآن اللي هم النساء، الأطفال، الشيوخ، الكبار في السن، هم أكثر الناس. أيضا المدينة لم تكن تستعد يوما للحرب، يعني لا يوجد بدرومات، لا يوجد ملاجئ، فأنت فعلا قتل مع سبق الإصرار والترصد. في الأمس، يعني أمس أو أول أمس يوم الجمعة، عندما سقطت قذيفة على أناس خرجوا يكافحون الظمأ، يعني إلى أحد وايتات الموية هذه العربات التي تنقل الموية يعني إلى الماء بسبب انعدام الماء، فوصلتهم القذيفة وقتلت من الأطفال ومن النساء، شيء مريع. يعني أنت حاصرتهم من الطعام والشراب، وأيضا قتلتهم وهم يبحثون عن شربة ماء. فعلا الإصابات قاتلة، الإصابات معظم، هناك عدد من الوفيات بسبب عدم وجود المراكز، المستشفيات من توفي لا يرصد حتى، يعني يفوق الآن عدد الوفيات، عدد الشهداء أكثر من 2000، ولكن معظمهم أنا أقول يمكن يكون ضعف العدد هذا، تم دفنهم بسبب عدم وجود طرق إلى المراكز، إلى مركز المدينة، عدم وجود أيضا مراكز رصد، وعدم وجود الجانب الحكومي للأسف. يعني الجانب الحكومي مغيب، وأنا أضم صوتي إلى صوته، يعني لجنة مثل لجنة الجرحى، يعني أنا أتلقى يوميا عدة اتصالات بصفتي أني مسؤول لجنة الجرحى، ولا يتضمن أنها لجنة الجرحى أو لجنة الإغاثة الطبية التابعة لمنظمة تطوعية وليست لمنظمة لجهة حكومية اللي هي للحكومة. فالمشارعة بإنشاء لجنة للجرحى، إصدار قرار بتعيين الدكتور الفاضل القاسم الأصبحي بحيث يكون رئيس لجنة الجرحى، بحيث يستطيع أن يفرز عدد الجرحى، من يستطيع أن يسافر. بنختم مع الدكتور قاسم، بس نسمع الآن ما الذي يمكن أن يفعل الآن دكتور قاسم، ما الذي يمكن الآن أن أو تطالب بها الآن؟ بشكل عاجل، يعني أولا قضية الجرحى قضية كبيرة جدا ومحاجة إلى جهد كبير أيضا بشكل عاجل وهازم. بالضبط، اولا يجب ان تشكل لجنه مستقله لتقديم العلاج، التقديم العلاجي والحقوقي، لان قضيه الجرحى قضيه علاجيه وقضيه حقوقيه فيما بعد. اذا لابد من الدوله تشكيل لجنه رئاسيه او وزاريه تتحمل مسؤوليه الجرحى في الداخل وفي الخارج، ايجاد اليه واضحه لعلاج الجرحى سواء كان في
في الداخل أو في الخارج، متابعة علاج هؤلاء الأشخاص سواء كان أيضا في بلد في دول الصديقة أو الشقيقة، أو باستضافة الفرق الطبية المختلفة إلى عدن وإلى مأرب التي تحررت أو إلى تعز عن تحريرها. سنعاني من قضية الجرحى إذا لم توجد آلية واضحة لعلاجهم. ايضا نفس الدكتور هنا الدكتور موضوع يعني الداعمين الان، موضوع ايضا تتفق مع الدكتور الان في المطالب، ما تريد ان تضيف لها شيء ايضا هذه المناشدات؟ هذه انا بالنسبه للمناشدات يعني الان نحن امام لا نقول امام كارثه ولكن امام معضله اجتماعيه، والبلد كله دكتور يمر بكارثه الحال كلها كارثه يعني الآن في كل مساراته. نعم يعني تتحدث الان انت عن مثلا 20,000 مصاب، منهم ما يقارب 5,000 بحاجه الى عمليات تكميليه وقدمت لهم اسعافات اوليه من كان محظوظ منهم. تتكلم عن 4,000 في حكم المعوقين الآن، أنت العدد يتضاعف. فعدم وجود المراكز المستشفيات، أنا ضد فكرة أنه تسفير الجرحى إلى دول الجوار، هناك عدة كوادر ولكن سرحت عن أعمالها. عدم خروج جاهزية المستشفيات بسبب التلف، بسبب النهب، تم نهب ممنهج للمستشفيات وتخريبها. فعدم وجود الأجهزة، أنا ممكن أجهز 2 مستشفيات، مستشفيين كبيرين، 1,000 سرير في تعز و1,000 سرير في عدن، أنا أستطيع أن أضمن لك أنه عدم تسفير أي حالة إلى الخارج. من الكوادر الطبية كأفراد ليس هناك مشكلة، الكوادر الطبية بحاجة فقط إلى دعم، لأن معظمهم رحل إلى مراكز طرفية إلى أطراف، بدأ يشتغل باللي نسميها اللوكم، يعني بحيث أنه يوفر لقمة العيش، يعني طالت الأمد ومنعت الرواتب، استقطعت أوفوس، سرحوا من أعمالهم. تمام. فاللي يعني شغلوا بلقمة العيش، لكن الكفاءات موجودة، وهناك كفاءات من الكفاءات الطبية المهاجرة سوف نلبي النداء ولن نتقاعس إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لإنشاء مراكز هي أقل تكلفة من أنك تسفر المرضى مثلا إلى الأردن أو إلى أي مكان. أيضا عملية أكثر أحيانا، الجهور في إسعاف المرضى عبر الطرق الوعرة تفاقم إن لم تكن تسبب في الإصابة. وعندما أنا أذكر انتهى وقت الحلقة، أعتذر والله دكتور، أكيد الحديث فيه تداعيات لكنه انتهى وقت البرنامج. شكرا لك دكتور. الله يسلمك. إذن أيها الأخوة، شكرا لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد عبد الواسع الحميري، عضو لجنة الإغاثة اليمنية في أطباء عبر القارات. أيضا شكرا لضيفي من عدن الدكتور قاسم الأصبحي، الرئيس السابق للجنة الطبية لعلاج الجرحى في اليمن. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من المشهد اليمني. في أمان الله.